سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة حول المواضيع اللي أنتوا تنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي أو باللي أنتوا تريدون تحكون به. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو تظاهرات المواطنين واحتجاجاتهم المستمرة من سنوات، وكذلك ذكرى ثورة تشرين الرابعة. وجهوا نشطاء ومتظاهرين الدعوة لكل العراقيين أن يشاركون بالتظاهرة الحاشدة في اللي يتم الإعداد لها يوم الأربعاء المقبل في العاصمة العراقية بغداد. بيان المتظاهرين إجا خلال سنة كاملة يقولون أن هم استمعوا إلى وعود حكومة الإطار الكثيرة وحديثهم عن برنامج متكامل لعلاج الأزمات اللي تمر بها البلاد، لكن شيء من هذا الشيء ما حدث، فالدولار بعد على وضعه يتصاعد أمام الدينار اللي دا يتهاوى، وتتصاعد ويا أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتقل القدرة الشرائية للعراقيين. المتظاهرين قالوا ببيانهم أن الشرائح الفقيرة بعدها على حالها، والصناعة دا تتراجع، وسرطان الفساد دا يكبر ويتغول على مؤسسات الدولة باستمرار، تزامناً ويا أزمة جفاف تضرب العراق بوسط تداعيات خطيرة. خلونا نسمع جانب من بيان المتظاهرين بهذا الفيديو. ها قد مرت الأيام ومضى الوقت على الجميع، وجاء وقت الحساب والكتاب للسلطة الفاسدة والفاشلة بإدارة الدولة وتوفير الحياة الكريمة للشعب. فقد نفذ صبر الشعب وحلم المجتمع، وخلال سنة كاملة استمعنا كثيرا إلى وعود حكومة الإطار وحديثهم عن برنامج متكامل لعلاج الأزمات التي تمر بها البلاد، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، فالدولار ما زال على وضعه يتصاعد أمام الدينار الذي يتهاوى، وتتصاعد معه أسعار السلع الغذائية في الأسواق. أما الأنهار والبحيرات فقد جف منها الكثير، ومات الزرع وجف الضر، وباقي الأنهار في طريقها للجفاف في بلاد الرافدين، والتصحر يزحف باتجاه المدن، والحصة التموينية تتقلص يوما بعد آخر كما ونوعا. هذا جانب من تظاهرات بيان المتظاهرين في خصوص ما يحصل في العراق ودعوتهم للعراقيين المشاركة. الناشطين هم لدى يستعدون، وقوى أمنية مدنية لتنظيم الصفوف والاستعداد لتظاهرات جديدة ببغداد ومدن أخرى بالمحافظات العراقية بمطلع شهر تشرين أول المقبل، واللي يتزامن ويا الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة تشرين. قوى وطنية عراقية أجمعت أنه جذوة الثورة ضد الأحزاب والميليشيات الفاسدة مستمرة، وأنه هاي الأحزاب الحاكمة ما راح تنعم بالراحة بينما ملايين العراقيين تواقين لاستعادة وطنهم المختطف من إيديهم. وتفقد غالبية الآراء على أنه استذكار ثورة تشرين يمثل مرحلة مستمرة ومتصاعدة لتحقيق أهداف الثورة، وأنه النشطاء يعدون وقفة أكثر قوة من سابقاتها وراء محاولة أحزاب وميليشيات وأطراف مشاركة بالعملية السياسية قمع احتجاجاتهم خلال السنوات الماضية. خلونا نشوف جانب من البيان اللي توعدوا بعدد من نشطاء السلطة الحالية بعودة التظاهرات مجددا في بغداد والمدن الأخرى. 1-10 صاحب التحرير لبيك يا أحرام، موعدنا 1-10 صاحب التحرير لبيك يا أحرام، موعدنا 1-10 صاحب التحرير لبيك يا أحرام، موعدنا 1-10 أو 1 تشرين أول. طبعا السلطات الحكومية كالعادة تحاول تقمع أي حراك يداعي بالخدمات وأي محاولة يسعون القائمون عليها أن يذكرون بثورة تشرين. ولهالسبب أمن هيئة ميليشيا الحشد الشعبي
اعتقلت الناشط مهيب علاوي بمحافظة القادسية تزامنا ويا زيارة وزير الإسكان والإعمار الحالي بحكومة الإطار التنسيقي الموالية لإيران إلى منطقته حي الأمين بمحافظة القادسية، ودعوته لأبناء المنطقة أن يتظاهرون ضد انعدام الخدمات. وراء هذا الشيء تم تفريق التظاهرة بالقوة وإطلاق الرصاص الحي ضد التظاهرة وضد من مع من متظاهرين قبل اعتقاله على الفور، وراء الاعتداء عليه بالضرب عقب مطاردته بأزقة الحي اللي خرج من أجل المطالبة بالخدمات لأجل هذا الحي. خلونا نشوف الطريقة الوحشية بالتعامل ويا هذا الناشط. أروح منه. احتقال، عينك عينك ورانا حي. رانا حي. دول السفلة. شوف شوف شلون يعاملة تقول داعشي. شوف شلون يعاملة تقول داعشي. وينكم؟ هاي هاي انتهك حقوق الانسان. هاي شوف شوف ذول السفلة. هذا التصوير موجود، هل تعال اركض وراي والزمني. أردفتم شنو تهمته؟ تهمته انه يداعب الخدمات عن منطقته؟ لو تهمته يقول اريد منطقتي تصير احسن او اريد بلدي يصير احسن، هل الدعوه الى ان يكون البلد افضل واجمل وانقى واحسن تهمه بهذا الزمن؟ زين، ولنفرض انه هذا المواطن او الناشط اللي طلع يداعي لاجل منطقته واعتقلته، ليش هاي الطريقه بالتعامل؟ وردفتهم القوات الامنيه وين عايشين؟ يعني انتم من اعتقلتوه بهذا الشارع اللي القاع ما ترمل راضين عن هذا الحال؟ يعني تردون المواطن يرجع الى العصور ما قبل الخلافة حتى يعيش بهذا الحال بخيم وبرمل وبصحراء؟ يلا ترضون ولازم يسكت، ولما نداعي ويقول اريد بلدي يصير، هاي طريقة التعامل الرسمية وياه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. علي فاخر يقول هاي النتائج من تصير المؤسسة الأمنية بأيدي الميليشيات والأحزاب. راتب الزياد يقول مرتزقة ذولا مو قوات أمنية، اللهم يوم اللي ياكلها العنز يطلعها الدباغ يطلعها الدباغ. علي التميمي من واجب الشعب الحر أن يخرج ويطارد دواعش السياسة وميليشياتهم مثل ما يطاردون الأحرار ويقمعون أصواتهم، كون الشعب الحر هو مصدر السلطات. وحسين الهركوسي يقول شو مسوي رجال يطالب بالعدلة، يعني لا قاتل ولا عنده غلط. فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية وخصوصا اعتقال الناشط في ختام هذا الملف. وعندنا اتصال من بغداد. أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من خلال حسكم الوطني الراقي والعالي والصالح بحق العراقيين المضطهدين، ومن خلال شاشتكم الكريمة التي تحتوي كل الشعب العراقي، أوجه كلمتي من خلال شاشتكم إلى أخوتنا وأهم في كل محافظات الشعب العراقي. نحن ذاهبون في يوم 11 إلى إحياء ذكرى ثورة تشرين، بل ستكون هذه الثورة، وأؤكد بل ستكون هذه الثورة ثورة عظيمة لانتزاع حق الشعب العراقي المضطهد التي أذلته هذه الحكومة وانتزعت حقوق الفقراء من هذه الشعب وأخذتها على حسابهم. لكن أوعد أخوتي وأحبائي من ثوار تشرين سنكون في يوم 11 في ساحة التحرير وبقية المحافظات الأخرى، وسيرى الشعب العراقي الصوت الذي يصدح وينادي باسم الشعب. ومن خلال شاشتكم أيضا أوجه كلمتي إلى ذوي المعتقلين في السجون
الذين يقبعون في السجون في كل المحافظات، من الذين يعرفون أنهم أبرياء؟ أقصد السجناء الأبرياء. نعم. أناسب ذويهم أن تكون لنا يعني مع تشرين وقفة متكاملة حتى نتكلم باسمهم. نعم. ويندمجوا في تشرين ونطالب بحقوق كل الشعب العراقي. نعم. من هذا الظلم. نعم. ونطالب بدماء تشرين أولا، ونطالب بالاضطهاد الذي لا حق جرحى تشرين. نعم. ونشطاء تشرين. نعم. وأهل تشرين. وشكرا لكم. شكرا. وشكرا. شكرا. شكرا لك أبو أحمد. أبو علي من الناصرية حياك الله. الله يسعدك اخوي، شلونك استاذ سيد؟ مشتاقين عاش من شابك، شلون صحتك؟ حياك الله اخوي الغالي شريفي. الله يسلمك. والله انا بالنسبه اطلب من الشعب العراقي، من نعم. السني من الشيعي، لا يظل نايم بالحوش، ترى النوم ما يفيده، هي موته واحده. نعم. خلنا نتكاتف على الميليشيات، يعني هذا ولو وليه مو ذن دوله، يعني هذا الناشط ولو وليه دوله استفحلها دول الميليشيات. انا اطلب من الشعب العراقي، من سني من شيعي، خلنا نهب عليهم ذولي جبناء ذولي، واطلب السجينات بالقناة بالسجون السرية. نعم. ها عند الميليشيات التابعين لحرس الثوري، ذولي ماكل الميليشيات، اكو هاي السجون حاطيها ماكل الخطف بالقناة، اطلب من عندهم جاي يسوون فيهم الزنا وبزرن يعني من غير شيء، اطلب من عندهم زين لا ما يطلعونهم، ترى نعرفهم واحد واحد ذولي، خافوا تسلسل مثل واوي، نعرفهم ونندنهم باكر عقبه نجيبهم واحد واحد، نطلب عندهم النساء المحتقلات زين. نعم. زين اخواتنا. نعم. السنيات البريئات اللي ما عندهم شيء، اللي هذا الخامنئي الشيطان الكبير، ايوه الميليشيات ترى ما أدوم لكم، وإن شاء الله نعرفكم واحد واحد ونجيبكم. نعم. ونجيبكم. نعم. ماكو مثل ما عادت الشعب والنساء. نعم. النساء ماكو، نعدمكم أمام القضاء. نعم. شكرا. شكرا. شكرا لك أبو علي. أبو زينة من النجف حياك الله. الله بحييك، بس عندي تصحيح الأخ أبو أحمد. نعم. هي مو فقط هاي الحكومة، إنما كل الحكومات اللي تأسست من بعد 2003 إلى الآن. نعم. هم هذول الطغمة الفاسدة، هاي الأحزاب الفاسدة الموالية لإيران. نعم. يعني أنصح شيء أنه جاي هاي مجلس النواب جاي يناقشوا لي أنه شلون حلب شن نسويها محافظة لو ما نسوي، لأنه صار بها ظلم، صار بها ظلم. إذا كل محال كل قضاء أو كل مدينة بالعراق أصابها ظلم أو ظلم نحولها إلى جسمه محافظة اشطلعت هاي. نعم. ثانيا شعب كان جوع من الزبائل ها، وغير ما سرقوا تريليونات مخصصين 15 مليار مدري 15 تريليون دينار يردون يسوون صبات بين العراق وسوريا فوق 50 كيلومتر، هاي مو مهمة. ثم اكو شغله المال التجديد الاجباري ما يردوا حتى يبقى الشعب مخنث ومسطح العقل وتقتله المخدرات وغيرها. هذا الامام علي عليه السلام يقول اخشوا شنو فان الترف يزيل النعم. نعم. واذا طبقوا واقروا ورجعوا قانون الخدمه للزاويه. نعم. المفروض اول ما يجيبون دول كل رؤساء الكتل والاحزاب في شده الحكم من 2003 الان واجندهم. ها؟ نعم. ولحد الان ما صرفوا المنحه الخاصه بالادباء والفنانين والصحفيين والاعلاميين ويشيلون الكردستان 3 تريليونات و100 مليار دينار وفوق يشتكون عليهم بالأمم المتحدة بالجهنم ويا الحكومة وتشلي بحد أمغى وفي مالة. نعم 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 نعم. شكرا. شكرا أبو زينب. أبو علي من الديوانية حياك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشخص اللي اعتقلوه بالديوانية ايه؟ هو يدري الحكومة حدها جيش وحدها مكافحة الإرهاب وحدها
كل كل الجيوش العالم وياها. زين. هي كلها وياها بعد عليها من يطلع مظاهرات. يعني برأيك أبو علي أنه لازم الشعب يعوف وخلص ويترك، لأنه هم عندهم قوة وعندهم جيش وعندهم ميليشيات والعالم وياهم؟ هو هذا المكتوب علينا. أبو علي، أبو علي علينا. أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. شلون راح يستجيب القدر للشعب العراقي وهو راف، يعني مثلا حضرتك ترفض أن يطلع أو يداعي؟ أنا ما أرفض. إيه. لا أنت اللي تقول، تقول ما دام يعرف هو الحال على ما هو عليه خليه يقعد ببيته ولا يطلع، لأن هم عندهم قوة وعندهم جيش. رسالة للدولة، أنتم كل شيء حكم من الدولة، لأن اللي طالب حقه هذا مصير تسوون به. هذا مصير كل من يطالب بحقه. طيب. لكن أولادكم وأحزابكم اللي تفرد بالديوانية وتبيع وتشتري بأملاك الديوانية وإدارات الديوانية، هاي ما حد يحاسبها. نعم. ترجانات تطلع من الديوانية تنباز للأحزاب الحاكمة والمحافظين. مو بس الديوانية، كل محافظات العراق. من ألو؟ 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 وياك أبو علي. بس المواطن من يطلع يريد خدمات، يعني حال البشرية اللي بالعالم. نعم. ماي، كهرباء، تبليط، هذا تعتقلونه تدورونه عليه توكلنا وإسرائيلي تقتلونه. نعم. بس ذاك المحافظ من يجيب قرايبه ويسلطهم بالديوانية يعطيهم النواحي، لأن هاي ملك الخلفوه، مو ملك الديوانية، ملك الخلفوه. نعم. هذا من يسلم النواحي والمدراء كلها إله، ما حد يجي حاسبه من الدولة، ما حد يطلع عليه، ما حد يطلع عليه مكافحة الإرهاب، ما حد يطلع عليه الجيش. لكن مواطن ضعيف، خاصرة ضعيفة، تعتقلون الزرعة. نعم. شكرا لك أبو علي. نروح هسه إلى ظاهرة اعتداء القوات الحكومية على المواطنين. هاي الظاهرة اللي مدى تنتهي نهائيا، هاي الظاهرة اللي مدى توقف نهائيا. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور الضابط بالقوات الحكومية. المقطع اللي دا احكي عليه هو هذا، وهذا الضابط. الموضوع ما بي، اكو شاب راكب دراجة نارية دا يمشي بشوارع بغداد، فجأة اصطدم بسيارة الضابط هاي التيوتا. ورا ما اصطدم بيها، الضابط تعامل ويا الشاب بطريقة استعلائية وبلغة مو طبيعية، وبطريقة وصفت انه هي طريقة وحشية ومهينة، وقال له حرفيا ابيعك تفصيخ واصلح السيارة. بمشهد أثار ردود فعل غاضبة بين العراقيين، بوسط دعوات بمحاسبة الضابط حتى يكون عبرة لأقرانه ممن يتسلطون على رقاب العراقيين. خلونا نشوف ونسمع. حادث سير؟ شنو يعني التضابط حادث؟ يعني الضابط ما يتعرض لحادث؟ يعني الضابط لازم يحطوا له فسفوره بالسياره حتى من يفوت بالشارع العالم توخر؟ ما ياما ضباط دعمت سياراتهم، اول مره نشوف هاي الحاله. ومنو حضره جنابك حتى تضربه بهالضرب هذا؟ قضاء وقدر اذا انت مؤمن به، اما اذا انت ما مؤمن به الله اعلم. طبعا هنا ضابط بالقوات الحكوميه يعتدي على شاب، عبالكم بس المواطنين يعتدون عليهم؟ لا لا حبايب قلبي، لا. هذا الفيديو اللي راح تشوفوه هنا بالكراده، هذا الفيديو مواطن دا يصور يقول ذني السيارات السود اعتدوا بها على رجل مرور، لانه هم صاروا ضحايا للي يتخذون انفسهم صفه قانونيه ستار حتى يتحركون. هذا المقطع واللي تداول بشده
مشادب بين أفراد حماية نائب بالبرلمان الحالي وضابط مرور بيناتهم واحد حسب قول الناس برتبة لواء. عدلي كم نجمة يلا صار لواء. المهم بحسب مواقع التواصل الاجتماعي أن المشادة صارت بمنطقة كرادة بين حماية واحد من النواب وضباط مرور، والمشادة كبرت وصار بها اعتداء على عناصر المرور من قبل عناصر الحماية وضرب وغلط. هذا كله ليش؟ لأنه ماكو قانون بالبلد. فرج. ما أعرف شنو وزير إجازة على السيد اللواء، فما أعرف ال. حمايات تضرب، ضابط يضرب، مرور يضرب، شنو الموضوع بالعراق؟ شو كلها تضرب؟ واللي واقع بيها ابن الخايبة. طبعا هذا اللي دا تشوفوه هنا انضرب بيه لواء، انسب وانشتم، لواء بالداخلية اللي المفروض وزير الداخلية هنا يتدخل ورئاسة البرلمان هنا تتدخل، لأنه مصايرة أنه حماية يعتدون على مرور دي يرتب سير أو دي يمشي الشارع دي يحمي الناس ودي يحميهم ويقلل الحوادث المرورية، لأنه ضابط المرور لازم نحترمه. علي علوش يقول بلد مافيات، ماكو شارع بغداد إذا ما بيرتل سيارات مضللة. عباس الركابي عمي بلد تاية عبارة عن عصابات، القوي ياخذ الرشيش. وأحمد حسن علي يقول حكومة الميليشيات والعصابات والفاسدين والقتلة والعملاء. أما أبو ريم يقول عصابات وقتلة ومستهترين، أين القانون من هؤلاء المستهترين؟ نعم، وين القانون؟ وين القانون اللي البرلمان صدع روسنا به؟ قال القانون وحكى القانون، وقال الدستور وحكى الدستور، وحكت سيادة القانون ويجب سيادة الحفاظ على سيادة القانون، ويجب حصر السلاح بيد الدولة وغيرها من هالأمور هذه كلها. أريد أسأل سؤال. الحادث الأول اللي طلعناه أبو الدراجة الشاب اللي ضارب سيارة الضابط، لو معكوس الآية والضابط هو اللي ضارب أبو الدراجة وساحقه، شنو راح يكون الموقف؟ هم راح ينزل كتلة؟ شكو تطلع قدامي مثلا؟ لو ما تعرف أني ماشي بالشارع ما تفوت بي، شنو الموضوع؟ خير. بما أنه حكينا بالفيديو الثاني عن المرور، راح نحكي على قضية بالنجف. هاي القضية عندنا اتصال. أبو سالم من سنجار حياك الله. شلونك؟ هلا بيك. تفضل أبو سالم. أخوي هذا إحنا بالعراق هاي شغلتنا يومية ضرب. يومية شنو؟ إحنا يومية ضرب. إيه. هي مو وقف على واحد، إحنا يومية كتل عندنا. نعم. واحنا يومي يقتل بينا، يومي حتى طعم وداها ما يكترون لنا، قلنا هز ما ضل يكترون بينا حتى ما عنده شيء يكترون بينا. نعم اي والله احنا حتى قابل طعم ودامات ابي وحتى ما عنده شيء يكترونه. نعم اي والله نعم احنا طالب مطلم شوية توصل معاناتنا احنا هالسنجار حتى دام ودامات ما عنده يكترون بينا حتى منو؟ يعني من طعم ودامات على المنطقة يكترون بينا. تمام. حتى ما عندك شيء. نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك أبو سالم. أبو سالم دا ينقل معاناة أهالي سنجار خصوصا من الميليشيات المسيطرة على قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ويقول التعامل اللي موجود هناك. أروح إلى الكوفة بالنجف. محتجين غاضبين قطعوا الطريق اللي مسمى طريق البحداري بوسط النجف بواسطة الإطارات المحترقة، احتجاجا على كثرة الحوادث المرورية اللي تصير بهذا الشارع بسبب وضع الكتل الخرسانية أو الكونكريتية بنص الطريق، وما خلوا لا لوحات دلالة إعلانية ولا لوحات تنبيه للسائقين، وانقطاع تام للإنارة في شارع البحداري،
وهذا الحراك اجى تزامن ويا طرح المحتجين للكتل الخرسانية بشارع البحداري، يعني وقعوها بالقاع من مكانها بسبب تسببها بهواية من الحوادث وأدت إلى وفاة الكثير وراء تجاهل السلطات الحكومية مناشداتهم المتكررة برفعها. خلونا نشوف قطع المحتجين. البحداري في على الطريق الرابط بين محافظة بابل ومحافظة الندب، استياء كبير وانتعاش كبير من الأهالي بسبب يعني تكرار الحوادث المرورية في هذا الطريق. طريق بيتوقف عن العمل لأكثر من مرة، واليوم المتظاهرين موجودين على هذا الطريق الرابط بين محافظة بابل ومدينة الحلة. الناس يتحدثون عن ضحايا بسبب هذا الطريق وتأخر الأعمال اللي موجودة فيه، بالإضافة أنه عدم وجود استجابة من الجهات المعنية. هذا الطريق طريق البحداري صارت به عشرات الحوادث المرورية خلال الشهرين اللي فاتن، وتسببا بإزهاق أرواح هواية من المواطنين وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى خسائر كبيرة ممتلكات المواطنين من السواق. والسلطات الحكومية ما حركت أي ساكن، على الرغم أن الخسائر البشرية جسيمة واللي تعرض لها مواطنون فقدوا أقاربهم على هذا الطريق، على الرغم من الاتهامات الشعبية الصريحة لمحافظ النجف الحالي ماجد الوائلي بالفساد وتحميل مسؤولية اللي دا يصير. خلونا نشوف واحدة من الوقفات لذوي أحد الشباب الذين توفوا إلى رحمة الله جراء حادث سير على هذا الطريق. بدل المكبوت من فيضاني وعند آل بحداري بلغ السيل الزبر. هذه حركة انفعالية عكسية. لماذا؟ لأننا سبق وأن وقفنا بشكل سلمي منادين الحكومة المحلية بشخص المحافظ المحترم، الفنيين المحترمين، المسؤولين، رجال الدولة الموجودين من أجل وضع حلول ناجعة وجذرية لقضية شارع آل بحداري الذي تحول إلى شارع للموت والسبايا، من فلان وفلان إلى ماهر آل خشان الأستاذ التربوي إلى علاء عباس آل بشان وهو رجل قانوني. كل يوم نفقد شاب، بل تفقد الحكومة العراقية شاب مؤثر في حياة المجتمع العراقي، أساتذة تربويين، أطباء، نساء، أطفال في عمر الورود. والسبب واحد، أنه لا يوجد من يسمع أن هنالك ناس متضررين. هم قد يعتقدون أننا مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة، ليس لنا صوت في هذه المنطقة، ليس لنا صوت في الكوفة، ليس لنا صوت في المحافظة. نقول لا وألف لا. نحن آل بحداري المتجذرين هنا من مئات السنين، لنا صوت وصوت مسموع. والله حجي معذرة منك، المواطن العراقي صاير لا درجة ثانية ولا ثالثة، لأن الدرجة الأولى هم رؤساء الكتل السياسية والزعماء اللي يسمون نفسهم زعماء، درجة ثانية المسؤولين السياسيين اللي يشترون المناصب بالفلوس، الدرجة الثالثة الحمايات مالتهم، الدرجة الرابعة اللي يشتغل بالميليشيات، الدرجة الخامسة ابن عمه وابن خاله وابن أخته وابن ما أعرف منه والقرائب، والدرجة السادسة الصديق ذولة. فأنت جوا ذولة كلهم، عذرا منك حجي. طبعا طريق الكوفة بابل لقب بطريق الموت. هذا الطريق اللي يمر بقرية البحداري بالنجف، ورا ما حصد وبعده يحصد أرواح عشرات المواطنين، ومن بين هاي الحوادث الأخيرة هذا الحادث لشخص كانوا طالعين بموكب جنازة، وانتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأبدوا العراقيين تعاطفهم وياه. الحادثة تسببت بإزهاق أرواح 3 أشخاص من عائلة واحدة خلال مشاركتهم بتشييع جثمان قريبهم، يعني طلعوا بجنازة وبتابوت واحد طبوا بأربعة بيوم واحد ورا وفاة 3 بحادث مروري على هذا الطريق. خلونا نشوفه. عمي يا سيادة المحافظ، الله يستر عليك وعلى عرضك، دمرت العالم انت بهاي صباتك، دمرتنا وهجمت بيوتنا، الله يهجم بيوت كل من خلى هاي صبات. يعني انا رجال صاحب جنازه،
اطلع ارجع باربع جنايز من ورا طفاتك، لا بيها ضوء لا بيها شارع لا بيها شرطي، ادري بخت من بختك بخت الشرطه بخت خلص طفات عمي، ترى هاي ما يصير الله ما يرضى، حرام عليك دمرت العالم انت، هذا حادث هذا حادث، وذاك حادث مال جنازه وذاك حادث ثلاث حوادث. يا سياده المحافظ قول الله وخاف الله، الى كثر الميلاتك لا تعبث على العالم، هذا طريق عام، لا اقطع لو تقطع الشارع وتخص الوادم من الحوادث، يعني انا شنو ذنبي انا صاحب جنازه اجل قتلت حوادث وجنازه تطلع وراي؟ الله يغلب على راسكم ان شاء الله، الله يغلب على راسكم. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك عقيل مريتشن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله يرحمهم برحمته الواسعة. ولؤي العنزي يقول: النجف أصبحت مرتع للسرقات والشركات المشبوهة والمسؤولين الفاسدين. وحسين العراقي يقول: هو محافظ من تيار الصدري، ليش ما يستقيل ويخلص العالم من شره؟ وعباس الشبلي يقول: استهتار بحياة الناس، شارع راح يصير لأكثر من سنة ما مكملي. فكانت هاي تعليقات الناس على هاي الفيديوهات. وعندنا اتصال من بغداد، عطوان، حياك الله يا عطوان. شلونك استاذ؟ هلا بيك يا الغالي. الو الو، رحم الله والديك. والديك هاي اذاعتكم كريمه ان شاء الله. الله يسلمك. انا ابو الرعايه اي اذكرك اخوي، طلع لي راتب ما شاء الله. عطوان شيخ حسن، اتهنى بي يا رب. تعرضت لواحد شرطي، ايه شرطي عنده دبل قبارة حكومية، ضربني بالكاميرا وطلعت السي دي. ايه هاي رحت المركز، ها؟ ايه اشتكي عليه. ايه مركز العلوية. ايه بالكرادة. ايه كتلوني بالمركز وقالوا لي خابر النجدة تجيبك. انا باب المركز جيت برجلي، والله الله شاهد، ابكي دم. انا رجال كبير 60 سنة. لحظة لحظة لحظة. مصطوني. عمي عطوان لحظة لحظة. ضربوك بباب نعم. المركز ليش؟ لا طبيت جوا بال ليش؟ طبيت جوا. ليش اعتدوا عليك؟ ضربني اعتدوا علي من السماء للقاع. ليش ليش؟ شنو السبب؟ وما عندي احد، انا فقير. انا هو الشرطي ضربني ارش مي بالباب الحوش. ها يعني ممنوع تشتكي على شرطي؟ ايه ممنوع، يعني نشتكي على حشا لله. محصن الشرطي يعني ما يغلط؟ لا لا، هو الشرطة ضربني وعدي هاي شو يسموه القرص، قرص. تمام تمام فاهم. لا بس هو يعني اقصد انه ممنوع تشتكي. شنو محصن هو يعني ما يغلط؟ والله ما اعرف والله. نعم. استاذ الله شاهد وعلي ورقيب. نعم وحلف صادق القاضي بالقران، قال لي احكي ما تقوله. حلفت بالقران، قلت له استاذ هو ضربني. الحاصل طبيت المركز، ضربني الضابط ملازم اول، وبعدين طانع 10,000 قال هاي مصرف لها. قلت له انا ما محتاج، بس الضربه مالتك اطلعها بيت 100 ضربه. هذا الملازم الاول. نعم. وانا ما عندي احد بس الله. نعم. واحد القهار الله شاهد، وهاي اذاعتكم الشريفه وما ناشد بس هاي الاذاعه. تمام. وطلعت على العراقيه وانا اسمع عطوان حسين حسان وما اخاف من اكبر واحد. استاذ استاذ. قلت العمر يا رب. شرفاء. الله يحفظك. انا 60 سنه يضربني ويهيني بالمركز، ها؟ وبعدين يوديني وين؟ بكلبك وين؟ للمستشفى. اثر التعذيب مال الشرطي ضربني بالباب. نعم وصلت 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 الفكره، وصلت وان شاء الله سمعوك. شكرا شكرا لك عمي عطوان. بس السؤال اللي ينطرح هنا، انا دا احكي ويا الملازم اول ابو النجمتين، ايش قد عمرك؟ 30 35 سنه، رجال شايب عمره 60 سنه، عمرك كله بقد نص عمره، شلون نطاق قلبك تشيل ايدك وتمدها عليه؟ بس سؤال، مجرم، قاتل، ناهب، روع امن منطقه، رهب الناس، اي حق جايك مشتكي تعتدي عليه؟ هاي واحدة من مشاكل العراقيين. وهسه يجي واحد يقول لا وين اكو هيك كلام، ماكو هيك كلام بالعراق. اشتكوا اهالي منطقة المطيحة ببسطرة من هدم المدرسة القديمة بمنطقتهم سنة 2019، حتى شنو يبنوها من جديد. يلا حلو، المدرسة القديمة راحت راح يبنوا واحدة جديدة. ورا ما مضت اعوام خمسة من الدراسة بقت هاي المدرسة على حالها، يعني 2023 بعدها مفلشة. الأهالي قالوا أنه أكو شبهات فساد داير مداير
مشروع هدم المدارس وتأخر إنجاز تأهيلها، بحين تنتشر المدارس الأهلية اللي بيها كلف مادية باهظة ما يقدرون محدودي الدخل أن يدخلون ولدهم بيها. بينوا أنه هاي المدرسة كانت تضم ثلاث مدارس: مدرسة تونس الابتدائية، مدرسة الحسن العسكري، ومدرسة المطيحة، وما يقرب من 1900 تلميذ وتلميذة يدرسون بيها. وطالبوا الأهالي السلطات المختصة أن يتدخلون للإسراع بإنجاز بناء هاي المدرسة حتى يرجعون أبنائهم إلها وإنهاء هاي المعاناة. علما أن المفترض بدال هاي المدرسة تنبني ثلاث مدارس كل مدرسة بيهن إلها مبنى مدرسي. خلونا نشوف. أهالي المطيحان وناشد كل غيور أن ينظر بحال هاي المدرسة اللي تم هدمها من سنة 2019 ولحد يومنا هذا باقي المدرسة على هذا الحال، صبات كونكريتية مذبوبة بالأرض، والمدرسة باقية لحد الآن لم يتم إكمال بنائها، وهذا حالها من سنة 2019. أكثر من 2500 تلميذ في مدارس أخرى من تقلين وبغير مناطق سكناهم، بعد مناطق سكناهم عن المدارس اللي انتقلوا لها وانتقلوا لأكثر من مدرسة، لأن المدارس البقية أيضا متهالكة. فأرجو من كل غيور أن يشارك المنشور وأن يلتفت أحد المسؤولين إلى حال هذه المدرسة وإتمام بنائها. يمكن الحكومة بالعراق تريد عونة الشعب العراقي وقال جايبتهم مشتاقرات تقولهم أنتوا كملوها، إحنا ما نقدر. وهالأثناء بالمطيحة الظاهرة والعشرات من أهالي هاي المنطقة بوسط البصرة برفقة أطفالهم التلاميذ احتجاجاً على عدم إكمال بناء المدرسة اللي هدمت سنة 2019 حتى يعيدون تأهيلها. المتظاهرين أعربوا عن غضبهم، عن استيائهم من هذا التأخير الغير مبرر، وأنه مئات العائلات اضطرت أن ترسل أطفالها إلى مدارس بالمناطق المجاورة أو المدارس الأهلية المنتشرة هناك. خلونا نشوف هاي الفيديو. تعرفون شنو اللي بتشي بهذا الفيديو؟ عوفوا الكبار. واحد هنا شايل لافتة وطفل: لماذا هدمتم بيتي؟ والأخ: لماذا تحاربون العلم؟ والأخ: لماذا تحرمون الأطفال الفرحة؟ هاي ثلاث رسائل بيهن كوارث. الطفل لما ما يعيش بأمان ببيت، ولما ما يحس بفرحة، ولما ما يلقى مكان يتلقى به العلم. فأعرف أنت أنشأت جيل الله يستر من عنده، لأنه راح تطلع به مصايب ما بين مخدرات وعناصر عصابات ومجرمين، لأنه أنت حرمت كل شيء هو يريده بطفولته. فشلون راح ينطيك بشبابه وبكبرته؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من رعد العسكر يقول: والله جريمة بحق هذا الشعب المظلوم. المدارس الأهلية تشيد بأيام، والمدارس الحكومية تنهمل سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسين البصري: هو المحافظ لاهي بالمقاولات، لا يبني المدرسة ولا مستشفى ولا مصنع. وجنى العامري تقول: خلي يشوف المحافظ، صار لنا 5 سنوات نعاني من بعد مسافة المدارس اللي تحولوا عليها التلاميذ وتعبنا. وحميد السباهي يقول: مدرسة المطيحة العزيزة إن شاء الله تنهض من جديد بهمة
الغيارة، هذا اللي قلته قبل شوية، يمكن يردون همة الغيارة من الشعب العراقي. هاي تعليقات الناس على هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، خبراء طرق المرور والمرور حذروا من ارتفاع معدلات حوادث السير بالعراق بشكل لافت بدون أي وجود لأي حل ملموس من قبل الجهات الحكومية لحد من مشاكل شبكة الطرق اللي تحولت إلى مصائد تحصد أرواح المواطنين اللي يمشون على هذه الطرق بشكل يومي. الجهات المختصة أعزت سبب حوادث المرور إلى انهيار البنى التحتية للطرق وقدمها وانعدام الإشارات والعلامات المرورية الدلالية، إضافة إلى عدم محاسبة مخالفي السير خصوصاً اللي عندهم ظهر ينسندون عليه، إضافة إلى رداءة السيارات المستوردة من قبل تجار ووكلاء مقربين من الأحزاب والميليشيات واللي تشوبها عيوب كثيرة. وتحتل حوادث السير الصدارة بأسباب سقوط الضحايا بالعراق، متقدمة بهذا الشيء على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف والقتال بحسب إحصائيات رسمية صدرت بالوقت الأخير. هذا كله بسبب انعدام شبكة الطرق وغيرها من الأسباب. ولهالسبب قسم التواصل الاجتماعي ركز لنا على هذا الشيء بهذا الانفوغرافيك، خلونا نشوفه. بالعراق الميزانيه 140 مليار دولار. هاي بالعراق اللي مترو تحول سيارتك، اي سياره تتحول ياخذون منك ما يقارب 40 دولار. بس مال طرق وجسور. والعراق بزمن الحصار يبني جسر عملاقة، جسور عملاقة وشوارع وغيرها، وأمثل على ذلك جسر أبو الطابقين والجسر المعلق. وفي زمن الديمقراطية حال الشوارع هذا اللي دا تشوفه. خريجي كليات العلوم بعدهم يواصلون حراكهم الرافض لاستثنائهم من التعيينات الأخيرة للخريجي من المجموعة الطبية، على الرغم من هم من التخصصات الساندة لوزارة الصحة، على الرغم من وجود نص قانوني صريح يضمن تعيينهم بشكل مركزي. ولهالسبب حملوا الخريجين وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي مسؤولية خرق القانون والتسويف والتجاهل المتعمد لمناشداتهم المتكررة. ولهالسبب صدروا وسم على منصة اكس تصدر ترند العراق، وهو هاشتاغ ارسال جداول العلوميين. مسلم الزيدي يقول: قانون التدرج الطبي المعدل واحد، وإذا ما أريد له التطبيق فيجب أن يطبق بحذافيره ودفعة واحدة لا بالتجزئة، لأنه واضح وفسره مجلس الدولة، فلا يوجد فيه فقرة تقول فصل المهن الصحية عن المهن التمريضية والمهن الصحية الساندة، طبقوا القانون بشكله الصحيح يا سيادة الوزير. حسين الغرابي:
الوزارة ملزمة بتطبيق القانون وعدم المساس به في أي فقرة كانت يا وزارة الصحة، أرسلوا جدول العلوم، السنة شارفت على الانتهاء. وأحمد الزلزلي يقول لا شأن لنا بتلك الصراعات والمناكفات السياسية التي تجري بينكم ونحن خريجين، فقط نريد أن نحصل على فرصة التعيين لأجل أن نعيل أنفسنا وعوائلنا، فما ذنبنا أن يتم تأخير أو تعطيل نيل هذه الحقوق التي نص عليها القانون، والقانون فوق كل حزب أو مسمى. أما حوراء تقول هاشتاغ إرسال جداول العلومين، التعب اللي حصلته بسنين حياتي الدراسية نهايته أغرد حتى أحصل تعيين، والله ظلم. فكانت هاي التغريدة وغيرها على هاشتاغ إرسال جداول العلوميين. تعرفون أكو مشكلة، مخالفة القانون ما يستثنى من عندها وزير أو وزارة أو شيء، لو كان أكو قضاء نزيه فكل من يخالف القانون يحاسب، وزير وغيره وغيره وغيره. وروحوا شوفوا الدول المتقدمة تلقون رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين يحاسبون. وباليونان مثلا لما صارت عندهم أزمة شالوا الوزراء ذبوهم بالحاويات مال زبل. بس هاي لو تصير بالعراق الله ليستر شي يصير، لأنه القوات الأمنية ما راح تسمح ولا الحمايات راح تسمح مع الأسف. بهذا الشيء نوصل لختام حلقة صوتكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. انتظرونا، في أمان الله.